بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين إله بأمان سبحانه وتعالى عليه عاوة وهبين ثلاثة يسوق قليسة كون بيغان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحي لباتنك بيش سفر كنا فربغول إيه لبي أفرنك جدنا بيانا صلى الله عليه وآله وسلم كوب بيغان إن مسجد كأبو بكر الصديق نيروبي ومرتين لغية هاي شيخ مشايخ دا ومدى الصومالية كمدة دور في عن أوفر فرعان كله ومدى وحباريتان كذا دين تهذا وبره سيدوك لدعوة إيو عيقلين ومدى قيبك قاطي إلهي أن كبرين سبحانه وتعالى إنه عمر جيسا بركيو إيه وقت جيسا إيه أولادي سا إيه حالدي سو دمبا ومدنا خير بدن وأكر ليو أدبن أوفر أحسن الشيخ إمات كيسا هو الشيخ أحمد محمود محمد وكما قعدير الشيخ أحمد يرى مركز كوين أبو هريرة مقدشة ولماذا جوكتا أيوك الشيخ كمدي هاي دورك في عنا كله باقشا أيو نبوس وقاري إنو محاضرة وقراء ومدى أيان كعود سني يسنو أجيب مشكورا شيخ إن شاء الله تبارك وتعالى وحنو قري دونا محاضرة عمان كذوية هاي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي أهمية دا إيبوسك أي جوكتا باهي أدوين إن لوقب كله يبين كما قرصونا مانتا إن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم dadk loo bidhaamiyo dadk la baro dadka jidadkeeda iyo meelaha loo baro dadka la tuso xiyaabaha sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka hor iimaan kara ama ka hor iimaana oo isku daya inay sunnada nabiga alayhi sallam meesha ka saaraan si loogu digtoonaado sheekhu uu dadku bidhaamiyo iyo waxyaabo badan oo khayraad insha Allah ta'ala sheekhu inuu noo faa'iido rajayna sheekhu xallayna sheekhu soo dhawow مركز أبو بكر الصديق في نيروبي ولا لها دحض وقصده وحن فيها يا محاضرة أهو الرئيسي وكرونا انتو دعي كدب درسي وقوني لكن محاضرة أهو الرئيسي وانتو كرونا هذا لقصه النقضي إلهي سبحانه وتعالى انت لمنه نقاد القاده يعني نقونا إساء إن شاء الله وحن فيها يا مركز وحن لقى بكسوني يا كرونا وحن لقى بكسوني يا بدعة وحن لوبح يا سنة وحال الله بحيا عافمات إن شاء الله تبارك وتعالى شيخ محمد نسود أبو مرحبا بك جزاك الله خيرا تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا بعد شكر الله تبارك وتعالى وحان شكرنا شيخ آدم ممكن مسجدك أي مدرسين في مسجدك كمدة يعلم هذا مسجدك يلمان جماعة هذا مسجدك فدقان أما كل كان نسوف أيدين نسور الجليي إلهي سبحانه وتعالى الله نشكرنا هنا ثم جهود داس أنت بحسين إلهي سبحانه وتعالى كاب المريض أنت هسك بعدي كلمة طبعا موضوع ذوح وكساب سيهي السنة النبوية مكانتها وأهميتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوسك إيجوكتو أهمية إلاذة أولا الله سبحانه وتعالى رسول كيسو حوض لغي محل أما بوس آد يآد وقيم بدن وإيمان كالرمينا النبي صلى الله عليه وسلم حكم دي هاي إيمان كأركان الإيمان أي حكم دي هاي شهادتين كتنلبات وحاية هاي قرتان لقرايو وقال قف وقي هاي عدين أو عدين أيو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولبع عامن مذيذة سيد الله سبحانه وتعالى ويري قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
ورسالة النبي جينا رسالة عام أوي وميتك يميتك مذو يو رقي الضمر أهل كتاب يعيدان كتاب لسينين رمانتو رسالة وذا قاري سوا وحان النبي جينا صلى الله عليه وسلم ويري والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار إله النفس الدّي إذا جعنتي سيكُجر ثم كُرّارنا ياي إمام مقلمد يهودي أيمد نصراني أكذب أونان الرومين إلا وحون قنا يا أهل النار الله سبحانه وتعالى وأبو جلّت شيكتي مؤمنين تجارهان إنه رسول وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جهل جاء إنه وقصاري سبب كي وجهل وقصاري وكو مركا يعني وحكو غادو وكيالي وحي يسي الرسالة دي الله سبحانه وتعالى وجودا بيسينا إساق يوكو شرفي أمدنا وألغو شرفي الله سبحانه وتعالى وحيري لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يا بها مرك النعمة ذا قلد المؤمنين تألا أكو قلدي وحكي لئن ودحذو ذا الرسول كسو بحيي مهمة ذا الرسول كان تهيدت كأنه تربيه كتاب كأنه برو سنة ذي سو حكمة ذا إنه برو مركي هرانا رسالة الآن تدبات ذي ذا يدو ألا أنه بدامنا يوحويري وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رسالة كهر وحيكسبنا ينددك بادعة وينك كتابك أهنا كتاب لبدلي وإيجا الدوخو ذا يسيدي وحو أركان مالم بسي حو أركان مد لغا ديغي ولغو قري وإلهي لغو مصبتي أي كتاب وأها ولذلك يهود واتي رجمي آيات آيات رجمي كتاب كود يدو ولي وقلت الله دان حكم كيسي أي كتغين كتغيست أي كتغين إلهي أي كتاب كيس أي تيريين نبينا صلى الله عليه وسلم بنانك أو كاني الله نمركا أو أرنتا أو غمهد عليي أو إلهي أو غمهد عليي إنو كيالي مادام أو كيالي كان أقوه الرأي أو مركي كتاب كي بابعي أو كتاب كودي مركا يعني أي بدلين بابيين متك حقيق ذيس أي حقيس بنانك كينو أو كيالي سابو إلهي أو غمهد عليي ننكا مشرق وثنق نولا رسالة النبي كورنا وحوكو نولا حالت حن ومالي والباوحي إساقو هوديس أو كهلو أيو عابود جيري إلا أي مركا انتي تمر روبان أي عابودان مركا يقاجودان أي عنان رسالة لأنتو مركا وقت وحكو حران كلية ماها مرها دي قفك الرسالة ذو كم مقنتهي أما الله وكون يلا باتن كهن ولا ذو أما قرون كهر هن ولا ذو إسكو حالة أمبو نقنا وحو الله سبحانه وتعالى أويري أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا بني آدم كل رسالة الآن من ولا كر نرش عادق أو سورتو بيسا لكن حياته أو حين قنيسا سيدي حوله يكسي درن أيو نولانيا إلهي النبي الرسول شوحو صدري إن لقدم بيه أو لا ضيعه والله وحير وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله رسول ما أننا صدرين إلا وحانو صدرني إن أمرك ألا الله قدم بيه رسول كاس وإساق النقوق مسلحة دين إساق النفط أننا نججعل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نبي مركا إساق مؤمنين تنفتو ذو قدو إساق أغطه ردبادن وإلهي وحكوت المامي النبي جيس رؤوف الرحيم متورد بدن نحريس بدن إساق حديث بخاري كسقنا من حديث جابر وحوها مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه أنا إذن كتسالها أن سكننا وحوها يهيب ويري
نن دب شذي أو كله بهالذا دبكم صار كدة تنا أي باللبن إن كدة عن وهو يذبهن عنها يسون أكعلنا أيه وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي أنا وحاني ذن كدة جنا هاي ويري قنتي عن ذن كدة جنا هاي إذن كنا وافق فكان إنسان وإجابه بحسن إنسان رسولك صلى الله عليه وسلم هداية يهنون كوحك حريه إنسان راعديس هذا إنسان جد كيس اللوي ذرته الله خلافه هنون مجرو هنونك وحال قد ما نت قاضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت إذا للراعي أي هنونك أجرا عكس قبادذنا وحيك وجرته أنت آد النبي صلى الله عليه وسلم كفوجات الدريقيس وفي سورة لبا آية ضوضة في سورة النور كجيران أي الله سبحانه وتعالى وحير قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا هذا الضيعان وأذهنونيسان آخر الصورة دنا الله وحيري فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذكتون هذين كوا خلافا يا رسول كأمر كيسة فتنة هنا يكون عضو الإمام أحمد فتنة وحكوفة سيري ويري أتدري ما الفتنة فتنة ما تقال ويري هي الردة وإن دين تبلغ بحق ويقفك مركه روحك باللابة إنه سنة ويفتفض ضيستو يري ريستو يوكو باللابنا مركه الدنب إنه إنكرو إنه كجيس جيسو الدين تيب مركز واكب حيابها ديهرك أوغار أو يصيبهم عذاب أليم أما إنه كدع عذاب حنوجي ومتح عذاب يعني آد حنوجينا إنه كدعه هنونكي سنة لغو بلن قاضي لغو ضمان قاضي إذا مركا لغتاقو إلا خلافنا ماشي وحال تلمامي والله سبحانه وتعالى أو تلمامي قف كيدو إنو يهي قف مفتون أو فتنيسا قف كسنة النبي كتاقا إنو يهي قف أحد فتنيسا عذابنا مركا يعني لغو قوديه ضدك ميزان كالساري امتحان كاللغا قاضي قف الله على قفك محبة الله جعلك الله شيكته ميزان وحلاقة دقي ألقو امتحاني أنت أيلاكتها أنت رسولك صلى الله عليه وسلم الراعي ديسة أو راعي أنت كلاكتها في سورة آل عمران الله وحيري الله سبحانه وتعالى وحيري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وحكتر هذا الله جعشين ويدب إذن كتها يصور راعة الله إذن جعلانا ياي محبة الله نواله كسبنا امتحان إياه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى آية وحكوت المامي آية امتحان إيسو أما له امتحان يقف كستو إيش يكتو جعيلك الله سبحانه وتعالى تاين له امتحان سياق آية طبعا أيكو الصعدان نصارى نجران وفدي نجران كريشتان كأها النبي أيمت صلى الله عليه وسلم إلا الدودة رسول كان صلى الله عليه وسلم أي آية دان الله سياقتها أي لصعتها يجي ما دام أي محبة الله شيئاً آيان وإليه ندد ونكسن بانها الله انجعلنها يا وحا امتحان لغا دي مركا وحد كتير هذا بالليري حتى يقب إذن كتها إنا الله جعشهين أني الراعة وهي الرسالة دي نبي الله عيسى يمد دي نبي الله موسى يرمان رسوشا رسالة ذا وحا قندق وها ووحا رسول والباء ليم إسلا الصورة دا الله وحكوت المامي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه نبي والباء حلق قاضي ميثاق يبلن هدي نبي محمد أو سوغار أو أركه إنه الرمايه ونقرقاره سببتها سوى نبي وحذيري والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي
موسى هدو نولا لهاي وحكلم ما أبنانا لهين إلا إنه إراعة ماهن ساسويري نبي صلى الله عليه وسلم ووحو هذا الكايري مركو أركي عمر رضي الله عنه وأخرسنا صحيفة وراق كميدة ورقديه توراد ويهودي هيستين أيو مرك فيرفيرنا يا عمر رضي الله عنه مركز النبي هذا الكان كويري النبي لوسو دجي التوراد كي صحبها هدي أو نولان لها أنو إراع لها بوير النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا النبي الله عيسى مركو سود دجو يعني آخر زمان كمركو سود دجنا أمدا نينك مدا يا سلاد أو كدة بتكنا يا النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الدين تيسي أولي مدي الشريعة ديسي أيو راعيا سيدا آثارتو أي تلمانتي انتا صورنا مركو حينا تسيسا مهمة إلهي سبحانه وتعالى ونبي محمد ويالي صلى الله عليه وسلم وحنا جاء دن مهمة إليه قدام مركا السنة مركا اللي راهدو سنة مركا اللي ليه طبعا السنة لغاهان وحاويان السنة هي طريقة المسلوكة وطريقة اللقاضة خير يشر لبضب وأنقو كرتا مركا لغاهان لغا هدلها لكن مركا مدن معروف وفق مسلم كان مركا يرى السنة كذا سنة ساسواي سنة سيدان إليه ذهي معناها مركا سنة تنلقوة معهود كأوحاي نقونيسا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة النبي بمركا اللوجي ذا منا نقونيسا إلا محمود بسوا وحكا لما يذا ويدي أنونك يذا الوحري فدنا ذي يذا اللوغة بدباده قفك ك وعذو كل يحذو وإلهي غير يعني إلهي كعب يذا وحنا هين وقف إلهي كبين أبورنا ولذلك آيات سورة الأعراف وجرته إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد سفيان بن عيينة لبضب شيخ الإمام الشافعي أها سفيان لبضب وحا أي آيات مركي شيغاين أي سوغليين أي راهدين وكذلك نجزي المفترين هذه لكل مبتدع قف كستو وحا النبي محمد دين كيالنين دين كدكتو آيات داني ووطا لابين لأن السيهان بو إلهي وقبين بورانا داتكو مركي خلافان أو يعني ويما ذو خلاف يفتنكو أي بطان halka uu nabigu noo tilmaamay waxa ay tahay in lagu dhago sunnadiisa sallallahu alayhi wasallam oo wuxuu yiri nabiga xadiidka urbaad ibn saariya inuu man yaish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiin dadku markay is khilaafaan nabigu wuxuu nagu tirtirsiyay sunnadiisa inaan ku dhaganaano oo qabsano quraanka allah wuxuu yiri fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا دودان أو تشيك دودان وهذا يشان مركة عليه رسول عليه فردوه علماء بأوحال الأمري هذا يحكو دودان إن لو عليه الله سبحانه وتعالى يا رسول كيس وعلنت على لو علنا يا قرآنك وعلنت النبي محمد لو علنا إن صلى الله عليه وسلم مركو نولانا وإساي إن لو عليو مركو دنتين سنة ديسا إن لو لابتو هذه سنة النبي أمدها الدنب يدو النظيف أو سافئ أي ننسو جاري كرين إلهي ددك واجب وغمار ديجين يعني وذلك إسا دعوة بريهان دنبئات وبدان إسا وحاي تاي يعني سنة دي سبنا شذي ذي بالجدو ذا برجع ورا مستشرقين إيو قالوا إيو حباك الدو ذي جري ما بدنا يندك قالوا بدع حتى يكون ديرده أرنتاس لكن هذا وح بتيدك كل ديرنا إيو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شرنا بين يكب حيانه شيكوين كي خرافات كعمل ضد أرك يا بتي هذا بدك القرآن كي لفتي سيبي بيننا ين سببته إلهي شيء أن لا أودي كرين أما شيء رأسنا مركا للجوغة بابا أيه مسلم قدالك إيمان دونه كما أنا حرين واجبنا وقام ديجين ويالو حليه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
عدا لقولها هذلين يا وهي آيات وحي كبل الله بتايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مؤمنين تردان يا سلاس الوير تكال الرسالة إلهي النبي الله محمد سعودي صلى الله عليه وسلم النبي وحالسي كتابك يا حكمة وحكى الله يعني قرآن كلمذا ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه كتابك يسقوك على ليلة سيئي قرآنك آيات يدائي أن أخرنا إينا ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة دمرك محيطها وهذا الذي سي وافع الذي سي وحالته أكون ولا ووحي أودتك كأركي وقري انتهى صدن وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم لقى قاتي ما لقى رحليه القرآن كهذا سنة مكانة كلو إيجوكتو حايتهاي يقول سيدة هذا واجب أه سيدة هذا آياته أن أخريه بأي تصيان أيها هدنا القرآن كي أن نفهم كرين ودور آد يآد وين القرآن كإن مراد كآيات أو ألك ليه إن أنقرنه سيانو وغانو ما كم وحنا نكمر من المركز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحيري وأنزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم قرآن كيبا نكوسو دجيني سي آداتك أغو عبدايسو وحي لو سو ديري أو مركا يعني لا سو يعني وحي لو سو دجي سي آداتك أغو عبدايسو قرآن كإلهي وحكوير في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ابن أبي حاتم في تفسيره وحكوسو ساري بسنده عن الأوزاعي أيضا وأخريا الإمام الأوزاعي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وحوير أي بالسنة قرآن كسيدا وحكست اللوغو عديين السنة ذا اللوغو عديين ويقدات سنة ذي الرعد قرآن كي والرعد من يطع الرسول فقد أطاع الله مرة دي مركة وحي النبي وكوشا يغانا صلى الله عليه وسلم ووحي إلهي وكوشا يغيوك لذلك الإمام الشافعي وحوها يعني رواية هي الدراية لبذا بوا جمعي الإمام الشافعي حق حديثك هي الرواية ذي سنة آذو ويقاني فهمك قرآنك يا حديثك يا آذو ديري وحا يعني الويري مرمرارك كم إذا بوحا ويري السؤال وحا السؤال شان وحان إذنك جوابه يا قرآنك مركز باننبا وحكويري ما تقول في محرم قتل زنبورا قف محرم هو حج حرما وحي يعني عيان كاس زنبور كحون كدلي حون كيس بالكور القرآن كسبحي يعني مركز وحكويري قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ثم ساق سنده سند كيسو سوكحي إلى عمر مسألة عمر كفض وضيب شاقي مر انتو اسكحي ريب الفير إلهي وعوي رسولك وعوي ذن لي ماذا قوي ذن سيقات وحي النبي النسي محاكم مده إنان كد ينا أبو بكر يا عمر عمر مرك حونك ومسألة ذاك قبل سداس سداس وايل ساس أي مرك وحاء يعني السنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كي السنة وحبئين نجتين أما مرك يعني قفكي ذاك أجادنا وأجادي قفكي جاهل أنا ذا جهل جيس الصغير وحكم حكمه ماها ده مرك وحيابها مرك السنة قابك مرك يعني السنة ما دام ميدا إلى ذا أنت المامني بوسك اي جوكتو قرآنك اي جوكتنا ان تلماني وهان ربا يعني انان وحير يدان ان كتا تابتو سيدي ذا ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم
iskeed ayay waxay u tahay xujo u tahay oo daliil u tahay wax kale in lagu kabo uma baahna oo alxaafid alimaam axmed bnu cali bni thaabit almacruuf bialkhatiib albagdaadi kitaabkiisa alfaqiih walmutafaqih ee waxa uu sanadkiisa ku wariyey can yaxya bni aadam waa saaxibu kitaab alkharaaj kaaskale aimada xadiidkana yani qaar badan waxa uu yahay yani shuyuukh shuyuukhihim ma ayuu ka mid yahay marka waxa uu yidhi laa yuxtaaju maca qowli nabiyi sal allahu calayhi wasalama ilaa qowli axad nebiga qowlkiisa loogu baahan maayo qof kale qowlkiisa wainamaa kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray buu yidhi sunnatu rasuuli illahi sal allahu salama wa abi bakrin wa cumar kutubta saasaan mararka qaar waxaan ku aragnaa haadihi sunnatu rasuuli illahi sal allahu salama wa abi bakrin wa cumar tan waa sunnadii nebiga iyo sunnadii abi bakar iyo cumar marka la dhahaya sidaas waxaa loo dhahayaa buu yidhi liyuclama anna annabiya sal allahu salama maata calayha yani abu bakar iyo cumar waxaa loogu kabaa sunnada nebiga waxaa loogu kabaa in lagu dareensiiyo sunnadan iyadoo jirto ayuu nebigu dhintay lama nasakhin waay leanna bacdahu abu bakar iyo cumaraa ku dhaqmeen mar hadday abu bakar iyo cumar ku dhaqmeen oy ku camal faleen xadiidkaani lama nasakhin waay intaabaa adiga lagu fahmsiina ee macnuhu ma ahan sunnada nebiga u baahan qowl abi bakar iyo cumar ay u baahan tahay ma aha sideeday xujo u tahay u sugan tahay laakiin abu bakar iyo cumar marka lagu daro oo lagu kabo sunnadaani mansuukha ma ahane waa muxkama macnaha loo jeeda sidaas waay wahaakadaa a'imada islaamkuna sunnada nebiga sideedaasay u qaateen inay u tahay xujo ay u tahay ee mar walbana wixii laga jaahil noqdo war sunnadii maxay ahayd waa laisweydii jiray alimaamu albukhaari khalqu afcaali alcibaadka kitaabkiisa saciid bnu wuxuu ku wariyey saciid bnu mansuurna fii sunanihi bayhaqina fi sunani alkabiir lafdigaana bayhaqi baa iskaleo can cumara bni alkhaaab radi allahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ruddu aljahaalaati ila sunna waxyaabaha laga jaahilka yahay oon la garanaynin sunnada u celiya sunnada ha loo celiyo marka saxaabada marka ay wax garan waayaan ama mas'alo ay si ka noqoto wariyaa sunno nebiga ka haayo waa isa su'aali jireen haddii la keenana waa ku qanci jireen ama hal nin ha sheego ama soddon ha sheegto ama shan qof ha sheegaan waa ku qanci jireen sunnada nebiga sal allahu calayhi wasalam marba haddii ay sugan tahay oo ay yacni saxaabi afkiisa ay ka maqlaan sidaabay marka u qaadan jireen walidaalika isagoo alimaamu albukhaari tacliiqinaya hadalkan cumar radi allahu canhu waxa uu yidhi isagu marka mas'ale uu ka hadlaayey oo caqiida abuu ku dabaqayay wuxuu yidhi wakullu man lam yacrif illaaha caza wajalla bikalaamihi annahu gayru makhluuq fainahu yucallam qof walbo oo aan ilaahay kalaamkiisa ugu aqoonsanin in hadalka alle yacni gayru makhluuqin uu yahay mid makhluuqoo la abuuray inuunan ahayn sidaa qofkaan garanin oon u fahmin oon kitaabka ku fahmin fainahu yucallam waa la baraa wayuraddu jahluhu xaggee loo celinaa jahligiisa wayuraddu jahluhu ila alkitaabi waasunna wixii isaga jahli ka galayna qur-aanka iyo sunnadaa loo celinaa faman abaa bacda alcilmi bihi markuu ogaado kadib qofkii diido kaana mucaanidan waa nin dariiqii diinta ku madax adeegaya qaala allahu caza wajalla wamaa kaana allahu liyudilla qowman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun waliqowlihi waman yushaaqiq alrasuula min bacdi maa tabayana lahu alhuda wayattabic gayra sabiili almu'miniina ila aakhiri laayah ayuu sheegay tan marka a'imadii hore iyo yacni ummaddii islaamka ay yaqaaneenna taas ayay ahayd haddaba marka sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha waxaan sheegnay waxa ugu horeyso lagula dagaalamo waxay tahay iyada thubuudkeeda in la shaki geliyo goor dhowna ma soo bilaabanin walidaalika saxiixulbukhaariga waxaad ku arkaysaa kitaabada ugu dambeeyo kitaabu khabari alwaaxid ayaa ku jira
خبر الواحد مرك حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أيه مرنا وحوق إما ذا طريق ضرب آد وتربذن ضد بذن بأن النبي كم قال ضد بذن كسيوري ضد كلو بذن سيوري مررك قارنا وحدع كرت الصنو نبي كسجناتي هل صحابي ما الله بإني كم قلين تابعين تي إني هلا ما الله وكم قلين وهكذا إني نقصو جرت ماي ضد ما مرك الصنو ذي كلا لبذا سقاب ما دام أيوتي ما ذو ضد ما مرك الصنو ذا وقت خلصان وحي كب الله بين قيبت أبو بذن إني رديان وام حي إن الله لا إنتي نبي هو ك لوججا مقلي أما لوججا وريي قاب أحد قاب أحد كلمة علم أوه طبعا وذاتك طلب هذا إيوه فهم كران وحي أن تواتر كإيمان وطريق أحد كيمد وديدين وقت هرين أنت باللابتي الإمام الشافعي وهو جنتذي إنه أرنتاس نقديه كتاب كيس الرسالة أمك موسوعة ذي أمك آدي آدو وقد ضوضي أرنتاس وحونا التلمامي حديث كالنبي قاعدية أو أنصحه واجب إنه يتعين لقاته أما هكوية ما هذا طريق أحد أما طريق تواتر مده دون هكوية ما هذا وأنا يعني مركا اللي راهدو مسألة ذا مركا لقى هذا اللي أحدك اللي لابتو أصل كان أؤه الإمام الشافعي بوهر رحمه الله تعالى الإمام البخاري أسجن الطريق وكل الراعي كتاب خبر الواحد أي كتب صحيح سكمدة محو كاني دتك السنة النبي قد درايو وقد تجايو خبر يعني هل من الله سو وري وقد تجايو أي مرك يعني آت ونقدية وحنا تلمامي ولي وحياة الله بدو بيدلي شذين قفكو صف فضد وقرن كرا وحاكم ذا نبي صلى الله عليه وسلم وحودير الجري مرارك قار انت بدن هالقف مثلا يمن أوكلا قطر يقن صوما هدد بدن اي جوغين يو قدري نبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أبو موسى نوا قدري لكن لبقى يبو أوكلا قدري وهكذا صحابة مرك هدبا مد أيو حودير اي أمدنا أمد داس مرك أوتاقو حو شيغاين عقيدو كلا هدلاي إن إلهي الرميان حجدك أوغميسي وهدي انت سيداس صحابي اوغو تاغو او شهادتين كي او شرحو او اي اوغلان وايان دد غالها لو قونسنهين مركا مخاي تاه هل قف اما لبا قف وحا وريو iyo waxa ay 100 qof wariso waa kala duwan yihiin dabcan way kala duwan yihiin waana kala xoog badan ayaan laakiin in la yiraahdo midan خبر الواحد كأوح لا أقان صنع يملأ اللي رأى صنع ذي اللي قصاره يكسو بالله بطي أما ذي إسلام كان هذي قاشان وقبتين وقود ضرورين تاس مركة ضد باسداس هاجري وعاكرو دعضي إذن مركة جيري جيرتي صنع ذي النبي صلى الله عليه وسلم إن لقو لقى هركينو قرآنك ومركا حديث كان النبي قال الشيخ اللي رمي ما آيات القرآن كسيدان إلهذا أنه القرآن كان راعينا رسول النبي بأخالقه قراعة آيات القرآن كالقه قراعة أرين تاس مركا أرين قديمة يذن أهي من علامات النبوة وحاكمة إذا النبي قيل صلى الله عليه وسلم أرين تاس إنه دريمي إنتي أو نولان أو كهضلي وحديث إمام أحمد أورينا أبو داود أوري ترمذي ابن ماجه من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوير نبيك لا ألفين أحدكم يانا أركن متكين متكئا على أريكته سوى سريرتي سكود دنجيغو أو كجيفو يأتيه الأمر من أمري أرن أني أرن كيغا كمذا هو إيمانايا أما أمر كيغا كمذا مما أمرت به أن أمري ونهيت عنه أن ريبي وحاني أرنكي يكمدو أني أما أن أمري أما أن ريبي بأو إيمانا فيقول لا ندري مركز عدا يا موغين أنه وحان من نقام وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وحي أن قرآن كهلنا وراعينا وحي كلنا كمجرنا ساسو رايا يانا أركن بوير نبي قفص ذاير الإمام ابن ماجه وحوكو كاني كتاب وهر أي كتاب كيس مقدمة نوال كتاب السنة نوال ليرة هذا وكو كان أبو داود نكتاب السنة وكو كان سيره وآخر كتاب كيس
كتاب الأدب بقى قدام بقى كتاب السنة كسر هل كاسو قلي يعني مسألة ما شيء جوكتو يعني درنتي هذا أرنا النبي وكسي عبد صديق صلى الله عليه وسلم إن أرنت تايوان أغني الإمام الأجري في الشريعة حسنة كيسكوري عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سعيد بن جبير وأردق بن عباس والتابعي حديث بوشيق النبي كوري فقال رجل نبا مركو حير إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا إلهي كتاب في سوساي سابو كويري حديث النبي قال الشيقي نبا مركو سوب وذي مركو سوري إلهي نسدان ويري قرآن كي حديث كي النبي أسكهر كينا فقال سعيد مركو حكويري تابعي ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ورميانا كأركين حديث كي النبي إنات كتاب كي لا يكون معارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك نبي الله كاغا أقوم بدنا كتاب كي إلهي أذيك يعني هذه النبي كتاب كي النبي كاغا أقوم بدنا ما دام هو كاغا أقوم بدنا يعني النبي ما خلافة كتاب كي لقصه الدجي أذيك يا بان وضطوه هذا قلت فهم اسفهم سي سيدوك الأرنتان الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت واد دريمة سجنة لبعتلا إكين الدنتو ووعوا رسياتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن هائذين من دون ضد قرآن كوحيابه سيسكو أج أج إذن كل الضوض فخذوهم بالسنن كواس السنة النبي كقبط فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله ذاتك حديث النبي يقال كتابك الله أبو أقوم بدن يعني معناها كتابك الله يقال أبو أقوم بدن وأبو أقال بدن قفك مركة يعني أرنت مركة أرنت قديمة يذن إليه مر يعني سنة النبي تشكيك إن لقلي سقنان شهيد مركة لنا إن قرآن كاللغهر كانوا الإمام خطيب البغدادي كتاب كيس الفقيه والمتفقه سيدنا الزهري وحكوري بسنده عن الزهري وحاول الزهري سلموا للسنة ولا تعارضوها والسنة النبي النبت قلية وحي اللتي ما ها عارض إننا ها كور إمان إننا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصح ذي ولا سوي ديكرا هذا صحيح تاي سنة النبي كسبناتي وردا بمالها طيب سيدوك لشيخ البخاري نعيم بن حماد وحوير من ترك حديثا معروفا حديث اللي يقال نقف كي كتبه فلم يعمل به أنك عمل فل وأراد له علة علنا أرى الراديو يعني مرمرسيو سيئو كتبه أرى الراديو وأراد له علة أن يطرحه إنه طور دونه فهو مبتدع قف كاسي وقف مبتدع ساسوير آية هدايا أن أخرنا إلى يدنا مركو حاكو جرتي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول العافذ بن عبد البر وحويري الرد إلى كتاب الله يعني والرد إلى رسوله إذا كان حيا فلما قبضه الله فالرد إلى سنته مركاس أيا وحويري رسولك صلى الله عليه وسلم إن سنتي صلى الله راعه وحأي كحرنتها ماجر يعني موحان ليري رسول كسنة ذي سراع مركي ساستها مياجير مساب ضاعة النبي ومطلق وفرنتها ضاعة النبي ومطلق وحبل ومحر وفرنتها سيد إلهي ضاعة ذي سمطلق ضاعة رسول كنا ومطلق وإلهي وحيريائي والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله قفك رسولك أضيعه وأضيعه ماشان مركا نكتة مهم أباك جرته والحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله وكسوق هذا تانا وحايته ذاتك سنة النبي كتغا يقردها يا قرآن موافق سنة كأنما مركا هذا الكود وحا سنة وحلقة ذنكرا مركا قرآن كوافق سنة هذه أين القرآن كوافق سنة إنما الله قادنا يساسي لها يعني
وأنا جيران دد وحاسك الدين دكت وقت كان أنجوبنا وهذا كان قرآنيين تلقوا مجعبة يواي مرك قرآنيين للي هنا هنا قرآن كرعسيهن ما هنا إنكر سيهن واي سيدا قدرية ذا باللوغو مقعابة قدرية لإنكارهم القدر إنكر ذا يقدر كإنكرا ياندرتهد الدوام مركا بدكاس يوكاد ليا الحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله وحوير وقد أمر الله عز وجل بطاعته أي الرسول صلى الله عليه وسلم إلهي وحو أمري نبيك إن لا أضيعه واتباعه راعدي سيبو أمري أمرا مطلقا مجملا أمر ضوء ضوء ومجمل ومطلق وحلق حرين شرط المحرين لم يقيد بشيء إلهي وحأمرك أمر النبي إلا الراعو كمحر وحباء ولم يقل مطهن ما وافق كتاب الله وحي كتابك إلهي وافق كقات النبي مطهن إلهي بل سيقود نبي الراعان الير كما قال بعض أهل الزيغ سيدا إلهي أهل الزيغة dadk baadiyo bay qaar kamid ah sida ay dhahayaan arintu ma aha markuu kitaabka waafaq qaata raaca sida ma dhihin ilaahay bal si caamo mutlaq abu nuur qaal abdurrahman ibn mahdi qaal abdurrahman ibn mahdi huwa abdurrahman ibn mahdi imam ahli albasra abu aha yahya ibn sa'id alqatan iyo ku yaani ulaha aqran ahaayeen بخاري يا ماذا مسلم يا الشيوخ ذو ويه أي شيخ عبد الرحمن بن مهدي وحوير الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث حديث سمايين بوير الزنادقة ذي خوارجته يعني خوارجته وحول كان ودرى وحيت القرآن كهلا قبص ذي قبان أي لفته والسنة النبي قم والقت جاهل مر حديث بين سمايين بوير يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وحوين ويري ما أتاكم عني وحي أني حقيقة كإماده إذن كإماده فاعرضوه على كتاب الله إلهي كتاب كيس أبن ديك بل في ربان تاسل وحي حقيقة كإماده كتاب قال له أبن ديك فإن وافق كتاب الله فأنا قلته هذه إلهي كتاب كيس أوافقه فأنا قلته أنا ضحي وإن خالف كتاب الله يديه خلافنا فلم أقوله أني ما أنندهن حديث كاس بنت أهي سمايين وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم ألفاظ النوع عن النبي أتيس يعني النبي كما أنصح صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم أيام حديث كما كم حيكر لقيم غير هذين وحوير النبي أدي هذا ركتان حديث كي يقدو يديم هذا القرآن كوبلغة مركورت حديث كوا باطل كسو قاد بمرك أصلا لفتي سهدي الله بلغة القرآن حديث كان لفتي سو ضعيف موضوعه وأيق أي سمايين والنبي أو نندهن حتى أن كل قلنا قاعدة أن أبلغنا كتابك إلهي قالوا نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك من كان أساسا أسكنهما قالوا وحير هذا فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وحان يسور ضوابين من كان كتابه وبندقنا وجدناه مخالفا لكتاب الله وحان أرقنينه كتابك على خلاف سيئه